تمام جدا كده، احنا خلصنا كل البروبلمز الكوزز باي سيمافور او الميوتكس. تمام، هنفتكر كده احنا كنا كانت ايه البروبلمز اللي عندنا. كانت السيمافور بيسبب شوية بروبلمز زي الاكسيدنتال ريليز، ديد لوك بانواعه، والبايوريتي انفيرجن، والستارفيجن اللي كان ايه كوزز باي ميوتكس. طيب تعال نشوف السوليوشن كده. تمام، هو هنا حل المشاكل ازاي؟ قال لك الاكسيدنتال، قال لك ان الاونر شيب اللي بيعمل اكواير او تيك لازم هو اللي يعمل ريليز، ولا ايه هيحصل ايرور، لان الكرنت تاسك او الكرنت بروسيس مش هو الاونر. لو حصل بري امت عن طريق اي ايه عن طريق اي اذر بروسيس او اذر ايه او اذر كونتكست try to access or acquire or take a mutex from the ownership. تمام. طيب دي كانت مشكلة ممكن تكون بسيطة، اللي كنا بنقول إنها ناتجة عن البروجرام mistake. تمام، كان مشكلة هنا بيقول لك إن هو إيه المفروض اللي هو بيعمل take أو acquire وبعدين بيعمل release، هو هنا لسبب ما نسي يعمل acquire ويعمل ايه اعمل تيك. فكانت المشكله، فكان الحل هنا انك تعمل تيك وتعمل ايه تستخدم الميوتكس عشان ايه عشان تحد من المشكله ديت، واللي يعمل يبقى فيه اونر شيب واحد، اللي يعمل تيك او يعمل اكواير هو اللي يعمل ايه ريليز. طيب الديدلوك زي ما قلنا برضو احنا نقدر يعني نشرح الديدلوك بسرعه كده. هو الديدلوك عباره عن ان كان عندي هو كان عندي تو كونتكست او تو بروسس، سي لايك تو بروسس يعني. طيب انا كان عندي بروسس اهيت، هسميها مثلا بروسس A. تمام، وعندي مثلا بروسس B او تاسك B. طيب وعندي هنا تو شيرد ريسورس واحد يشارد الريسورس اتنين. طيب كان ايه اللي بيحصل؟ كان اللي تاسك ايه بيت هول شارد الريسورس، خلي سي لايك مثلا ار واحد هنا وده ار اتنين، كان بيت هول يعني ايه؟ يعني هي هو معاها اكواير، امر اكواير للار واحد. طب مفيش مشكله، هو بتحاول ايه تريكويست او ويت، الاثنين نفس المعنى. تمام، ويت. تمام، بتحاول تويت على ار اتنين. طيب تاسك بي بتعمل ايه؟ تاسك بي بتعمل العكس، بتعمل هنا ويت على تاسك واحد وبت هولد هنا، هولد يعني اكواير يعني تيك. طيب عظيم جدا، عارف طبعا هو مكتوب بشكل عقيم. المهم طيب، فكان اللي بيحصل ان بيحصل هنا ايه؟ بيحصل هنا ديد لوك، ان تاسك ايه معاها ار واحد وبتحاول تويت على ار اتنين، ار اتنين مش موجود، مش يعني از نوت الاود او از نوت افيلبل. تمام، فكان اللي بيحصل هو بيخش في البلوك. طيب بتاسك بي او التاسك الثانيه كانت نفس القصه، هي معاها بتهولد ار اتنين، وعشان هذا السبب ايه واحد او تاسك ايه دخلت البلوك وبتحاول تويت على ار واحد اللي هي حصل لها هولد باي تاسك ايه، فبتخش كمان البي كام تاسك بي تخش في البلوك، فالاثنين ايه؟ الاثنين بيديد لوك على بعض. طيب عظيم جدا. قال لك ايه الحل هنا؟ قال لك الحل ده يعني حل تريفيال جدا، اللي انك تعمل ايه؟ ريستارت للسيستم. ده حل بسيط جدا. طيب حل رقم اثنين، قال لك ان وانس ان الارتوس بتاعك ديتكت ان في ديد لوك سيتويشن او ديد لوك بروبلم حصلت، هو هيعمل ريليز للشيرد ريسورس دي 1 باي 1. تمام، فوانس ان الارتوس حصل ان في اوفر هيد عليه وحصل ان في مشكله الديد لوك، هو ديتكت من نفسه ان في مشكله ديد لوك حصلت، هو باي سوفت وير هيعمل او باي هارد وير هيعمل قصه ان هو هيريليز الشيرد ريسورس اللي كانت عندي دي، هيعمل لها ريليز 1 باي 1.
لحد ما التشين ديد لوك دي تفك لوحدها، لحد ما تفك. طيب هتقول لي حتى لو ميوتكس الشرط؟ اه حتى لو ميوتكس، حتى لو كان في ميوتكس. تاسك ايه مثلا عامله هولد ليه، وتاسك وعندي مثلا شيرد ريسورس تاني تاسك بي عامله له هولد، تمام؟ فهو هيريليز الميوتكس بتاع تاسك واحد، تاسك ايه ده، وزين هيريليز شيرد ريسورس بتاع او الميوتكس بتاع تاسك بي 1 باي 1. طيب لحد ما التشين بتاعت الديد لوك ايه تفك. طيب عظيم جدا. هل في حل تالت؟ اه، وهو ده يعتبر افضل حل، اللي هو ان انا keep the same order in acquiring and releasing. طيب انت عايز تقول ايه؟ بيقول لك هنا انك تاكواير، انك تعمل ordering acquire و ordering releasing the same ordering. يعني برضو يعني انا كان عندي تاسك ايه صح؟ هتقول لي اه شرحتها من شويه، تمام. وكان عندي تاسك بي. طيب عظيم جدا. ايه القصه؟ قال لك وكان عندك شيرد ريسورس هنا اللي هو ار واحد، وشيرد ريسورس هنا اللي هو ار اتنين. طيب عظيم جدا. قال لك اللي كان بيحصل ان ده بيهولد ده، وده بيريكويستو بتاسك ايه بتريكويستو، يبقى هنا ريكويست او بتويت وده هولد، تمام. ده اللي كان بيحصل، وده بتريكويست و طبعا شكلها فين شوية، فاحنا ممكن نرجع عشان نكتب بس بشكل كويس. ريكويست و ودي كانت بتهولد، ده اللي كان بيحصل وده اللي كان بيسبب ديد لوك. قال لك لا، انا مش هعمل كده، انا هخلي ذا سيم اوردرنج اوف اكوايرنج، نفس الايه، نفس الاوردرنج ده اخليه ريليز. طيب يعني انت عايز تعمل ايه برضه؟ امسح يا سيدي، امسح يا سيدي. طيب عظيم جدا. يعني انت عايز، يعني انت عايز تقول لي، قال لك هنا انت هتاكواير ده تاسك ايه، هتاكواير ايه، هتعمل هولد. طيب عظيم جدا، تعمل هولد، ممتاز. وتاسك بي هتعمل هتحاول تو هولد، فايه اللي بيحصل؟ دي هتخش في الايه، في البلوك خلاص. طيب بعد ما الايه اخدت الار واحد واشتغلت شويه وعملت شويه حاجات بيه، هتروح دي تاكسس ار 2. ار 2 اصلا ما حدش اصلا جاي جنبه، ار 2 از فري، هتحاول تهولده هتلاقيه فري، هتمسكه تعمل شويه حاجات عليه، وبعدين هتعمل ايه؟ هتعمل ريليز لده ولده. طيب بي 2 او تاسك بي يعني ايه اللي هيحصل؟ وانس ان ده حصل له ريليز، هتروح ايه، هتروح تطلع من البلوك، هتاكسس، هتعمل هولد، وبعدين هتعمل هولد على الار 2 اللي تعمل له ريليز وهتمشي. فقال لك من فقال لك هنا ان افضل حل من الحلول انك نفس الاوردر بتاع الاكواير والريليز اللي هتعمله مع تاسك ايه او اول تاسك هتشتغل عندك، هو نفس الاوردر بتاع الاكواير والريليز اللي هتعمله مع نفس التاسك اللي بعديها، تمام. يعني وانس ان ده اخد عمل هولد، تاسك 2 هتخش في الهولد في الـ في الـ في الـ في البلوك. طيب تاسك ايه لسه معاها الشيرد ده، وحاولت تهولد ار 2، ار 2 اصلا اس فري، محدش جامه لسه اس فري، فهتهولده وهتاكسس وهتعمل شويه حاجات. وانس ان هي خلصت هتعمل ريليز لي ار 2، ريليز لي ار 1. طيب بي تاسك بي وانس ان هي تسمع ان ار 1 خلصت او ار 2، بس طبعا ار 1 عشان حاولت تهولده في الاول دخلت البلوك، فهتطلع من البلوك هتخش في الراننج، هتاكسس ار 1 هتلاقيه فري، وبعد ما تخلص او بعد ما تخلص هتاكسس ار 2 اند سو. فده يعتبر من الايه، حل ممتاز للديد لوك، تمام. طيب مشكلة من المشاكل التانية برضو ان هو بيقول لك ايه، البيرتي انفيجن. احنا قلنا البيرتي انفيجن يا جماعة ما هو الا ان الهاي بيرتي تاسك از بري امت از بري امتد باي لو بايورتي تاسك، لكن ان دايركتلي واي، يعني طبعا ما ينفعش يبقى دايركتلي واي، يعني كده يبقى احنا بنلعب،
تمام، لان ده هاي تاسك المفروض هي البري امبت، لا ده حصل لها بري امبت ذات نفسها من لو بايوريتي تاسك، يبقى في مشكله عندي هنا حصلت. المشكله زي ما قلنا كده ان اللو بايوريتي بتبقى عامله هولد لل عامله هولد لل للشيرد ريسورس اللي عندي، عامله له هولد وعامله له تيك يعني، و هاي تاسك جت عملت بري امبت عادي جدا للو بايوريتي، لكن الهاي تاسك دي حاولت تاكسس او تتيك او تاكواير الشيرد ريسورس ده، فايه اللي بيحصل؟ ان الهاي تاسك دي بتخش البلوك. حصل هنا ايه؟ كان اللو بايوريتي عمل بري امبت للايه؟ للهاي، واي كانه يعني، تمام؟ فدي طبعا مشكله، انا عامل ديزاين للتاسكس بتاعتي مقسمة على اساس ان هو الهاي بايوريتي تاسك دي تتنفذ الاول، شيء طبيعي جدا. طيب فقال لك ايه الحل هنا؟ قال لك الحل انك تستخدم حاجه اسمها بايوريتي انهيرتنس. طيب يعني ايه بايوريتي انهيرتنس؟ قال لك من اسمها إيه، بننهرت البايوريتي. طيب يعني ايه برضه؟ قال لك ان عندي ان لو ان اللو لازم كده تمام. طيب ده تاسك 3 اهيت، تاسك 2، تاسك 1. طيب وانس ان تاسك 1 اشتغلت طبعا بعد الايدل طبعا وبعد كل القصص دي، اشتغلت شويه جت هنا عملت اكوايرنج للار 1 تمام جدا مفيش مشكلة. طيب نفذ شوية حاجات شوية حاجات شوية حاجات بالار، زين ال تي 3 جه عامل هنا بري امت، خلينا نغير اللون، عامل هنا بري امت تمام، فهت بري امت فعلا، وتاسك 3 هتشتغل هتعمل شوية حاجات، ثم بعد ذلك ايه ار 3 هتحول ايه؟ هتحول تاكواير ار ايه؟ ار 1. وانس ان هي بتحاول تاكواير ار 1 وانس ان هي بتحاول تاكواير ار 1 هنا هي الحته ديت كده، قال لك هنا ايه التاسك اللي معاها اللي عامله اكوايرنج لار 1 هتيجي تكمل، يعني هتلاقي هنا تي واحد بتكمل معاها الـ معاها الشيرد ريسورس وبتكمل بتكمل بتكمل بتكمل. وانس ان هي عملت ريليز ريليز ار 2 ار 2 ريليز، طبعا هتقولي طب ما هي تي 2 ممكن تيجي تقطع، لا مش هتقطع، هي تي واحد انهيرت البيروتي بتاعت تي 3 اللي يعتبر اعلى بيروتي عندي في السيستم، فحاليا الحته ديت الصفره دي تعتبر تي 1 اللي بتتنفذ، اخذت البيروتي بتاعت اعلى تاسك اللي هي كانت بتحاول تاكسس، يعني التاسك اللي كانت بتحاول تاكسس الشيرد ريسورس بس طبعا مش معاها، و تي 1 اخذت البيروتي بتاعته وبتكمل شغلها الطبيعي. وانس ان هي عملت ريليس، مين اللي حق يكمل؟ تي 3، تي 3 لان هي مستنيه اصلا ايه الشيرد ريسورس ده. طيب دي 3 هتلاقيها متكمله في الحته ديت، هتلاقي عملت الاكوايرنج الجديد وار 1 ار 1 ار 1 عملت ريليز. طيب هتقولي طيب هي تي 1 تفضل واقفه فوق كده؟ لا، هي وانس ان هي عملت ريليز للشارد الرصاص اللي كان معاها هتنزل طبيعي جدا لشغلها الطبيعي تحت. طيب دي 3 خلصت هنا، تي 1 يعني ار 1 خلصت خلاص بالنسبه لتي 3 خلصت عملت ريليز، ايه اللي بيحصل؟ خلاص تي بتكمل شغلات طبيعي خالص بقى، خلاص التاسك انتهت هنا تمام، خلصت شغلها. فايه اللي بيحصل؟ فهتلاقي مثلا تي 2 لو عايزه تشتغل هتلاقيها بتشتغل هنا. طيب تي 2 مش عايزه تشتغل هتلاقي تي 1 بتخلص شغلها، تيجي بقى تخلص شغلها اللي هو ملوش علاقة أصلا بآر واحد، تخلص شغلها الطبيعي.
فحصل هنا ان اللو بايوريتي اخد انهيرت البايوريتي بتاعت التاسك اللي بتحاول تاكسس الشيرد ريسورس اللي معمول له هولد ومعمول له تيك بي الهاي بايوريتي. طيب وبعد ما اخدته عملت شويه حاجات بالشيرد ريسورس ده وعملت ريليز، هتفضل فوق؟ لا مش هتفضل فوق، هتنزل بقى لمستواها الطبيعي، تنزل بقى للبايوريتي الطبيعيه بتاعتها. طيب وبعدين تاسك 3 هتجيف او هتيك او هتاكواير الار 1 ده اللي هو اس 3 حاليا، هتعمل شويه حاجات بيه، هتريليز، هتخلص تنفيذها، ثم هتلاقي تي 2 اشتغلت. لو عايز تشتغل هتشتغل اهيت، اشتغل كام شويه حاجات، ثم ار 1 لو فيها لسه شويه حاجات. فتلاقي هنا ان التي تي 3 اول واحده خلصت، ودي 2 تاني واحده خلصت، وتي 3 وتي 1 لو في لو باقي لها اصلا اي حاجه هتلاقيها خلصت. فتلاقي هنا ترتيب طبيعي جدا، مفيش اي مشكله. طيب ليه؟ طب عظيم. هل في بقى اي مشاكل سايد باك للهيرنز؟ قال لك في، في مشكله. قال لك المشكله دي بتظهر لو في اكتر من شيرد ريسورس عندي. يعني هو لو عندي وان شيرد ريسورس مش هتطلع. لو عندي سيستم فيه وان شيرد ريسورس وعندي اكتر من تاسك، مشكله تشين بلوكينج. ايه مشكله التشين بلوكينج؟ يعني ايه برضو مشكله التشين بلوكينج؟ قال لك مشكله التشين بلوكينج دي اللي انا عندي مالتي شيرد ريسورس لوجد ات تايم، معمول لهم لوجد، مقفول، التاسكات عامله ليهم ايه؟ التاسكات عامله ليهم اكوايرنج، هم عاملين لوك ات تايم كلهم في نفس الوقت. فالبيوريتي انهيرتنس بروتوكول ده هو هيرفع مين ولا مين؟ هيرفع انهي شيردرز ولا هيرفع التاسك؟ هيرفع مين ولا مين؟ فبيحصل عندي حاجه اسمها هنا تشين بلوكينج. دي مشكله بسبب الانهيرتنس، بتحصل بسبب الانهيرتنس لو عندي اكتر من شيرد ريسورس. طيب عظيم. قال لك طب دي ليها حل؟ اكيد ليها حل. قال لك حاجه اسمها بايوريتي سيلينج. طيب يا سيدي يعني ايه برضه بايورتي سيلينج؟ مش فاهم انت عايز تقول ايه. قال لك البايورتي سيلينج دي بتختلف عن البايورتي انهيرتنس، ان في البايورتي سيلينج الشيرد ريسورس بتاخد بايورتي. بتاخد ايه؟ الشيرد ريسورس؟ الشيرد ريسورس ذات نفسها بتاخد بايورتي. طب بتاخد بايورتي على اساس ايه؟ قال لك لو انا عندي، التاسك مثلا تاسك ايه؟ و تاسك بي، وعندي انا عارف ان ار 1 الشيرد ريسورس ده هيحصل له اكسسنج بالاثنين دول، ان تاسك ايه هتاكسس ار 1 وتاسك بي في فتره من الفترات هتاكسس ار، هتاكسس برضه ار 1. فقال لك ايه اللي بيحصل هنا؟ فقال لك يا سيدي ان هدي الشيرد ريسورس ده بايوريتي. طب هتديله بايورتي البي ولا بايورتي الايه؟ تديله بايورتي تاسك ايه ولا بايورتي تاسك بي؟ قال لك انا هديله اعلى بايورتي ما بينهم. طيب يعني سي لايك بايورت ذا بايورتي اوف تاسك ايه 6 وبايورتي اوف تاسك بي از 5 اور 4. تمام. فايه اللي بيحصل؟ ان الار 1 ده شاد الرصاصه ده هتلاقي البايورتي بتاعته ب 6. سي لايك يعني ايه؟ ان احنا شغالين ايه، ان الرقم الكبير يعني ان البايورتي عاليه. تمام تمام جدا. طيب عظيم. جه في ال جه في السيستم عندي ار 1 شغال مع يعني تاسك ايه حاولت تاكسس ار 1، فنفس البايوريتي ده عنده بايوريتي 6 ده عنده بايوريتي 6، فمفيش قد مشكله. طيب ار 1 جت تاكسس بي تاسك بي، اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان البايوريتي بتاع التاسك بي دي بتعلى ليه البيرت سيلينج بتاعت الشيرد ريسورس، فبتبقى 6، فبتاكسزه لحد ما تخلص. وانس ان هي خلصت التاسك دي البيرت بتاعتها ترجع زي ما هي 5 تاني. طيب عظيم جدا. هنا هو بيقول لك ان وهنا بيقول لك ان بي 1 ده اعلى بيرد عندي في السيستم اللي هو 100، بي 2 ده 50، بي 3 ده اللي هو 25، 25. طيب عظيم جدا.
طيب وعندي تاسك 1 وتاسك 2 وتاسك 3 وتاسك 4 وان سو. طيب هو هنا بيقول لي ان تاسك 1 كانت شغاله عادي جدا، مفيش اي مشكله، تمام. حاولت تاسك 2 بتحاول تاكسس الار 1، تمام. فتاسك 2 ديت هتستخدم الشيرد ريسورس، تمام. طيب الشيرد ريسورس ده مستخدم، الشيرد ريسورس ده اللي هو ار 1 ده البيرت بتاعته 100، لانه ايه؟ لانه مستخدم بين تاسك 2 اللي هي اصلا البيرت بتاعتها 100. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي يحصل ان هو هيعلى البيرت بتاعته، هيعلى بتاعت التاسك لحد ما ايه؟ لحد ما تبقى اعلى بيرت عندي في السيستم بتاعت التاسك. وانس ان هي اشتغلت هتنزل البيرت بتاعته ل هتنزل البيرت بتاعته للبيرت الطبيعية تاني، وهيكمل لو عنده اي تكملة. فبالتالي مش هيحصل عندي اي تشين بلوكينج، لان هنا الشيرد ريسورس بقت بتاخد بيرتي سيلينج بيزد على التاسكات اللي هي هتاكسسها. طيب التاسكات اللي هي هتاكسسها ديت هديها بايورتي ايه؟ قال لك هديها بايورتي اعلى تاسك هي هتاكسسها، هتاكسس الشيرد ريسورس. زي ما قلنا تاسك ايه كانت 6، بيرتي بتاعتها 6، وتاسك بي كانت 5، فار فبيرتي بتاعت شيرد ريسورس اللي هو ار 1 ده هتبقى 6، تمام. فبالتالي اي تاسك بتحاول تاكسس ار 1 البيرتي بتاعتها اقل، التاسك زي مثلا تاسك بي البيرتي بتاعتها 5 اقل من الشيرد ريسورس، فبالتالي هتعلى هتاكسس الشيرد ريسورس ده، هتخلص هتنزل للبيرتي بتاعتها الطبيعيه. فبالتالي مش هيحصل عندي اي تشين بلوكينج لو عندي اكتر من شيرد ريسورس، تمام، لان التاسك ليها بايورتي وفي نفس الوقت الشيرد ريسورس ليه بايورتي، تمام. تمام جدا. هو بيقول لك هنا وانس ان الريسورس حصل له ريليز، زي ما قلنا هنا التاسك بي لو بتحاول تاكسس ار 1، التاسك بتاعها هتعلى لحد البايورتي بتاعت التاسك، فهتاكسسه وانس ان البروس وانس ان ار 1 ده حصل له ريليزد باي تاسك ايه؟ باي تاسك بي، يعني تاسك بي خلصت شغلها خلاص مع ار 1، البايورتي بتاعت التاسك دي هترجع ايه؟ از ريست باك للاوريجينال. طيب عظيم جدا. طيب هنا كومباريزون بسيطه جدا ما بين الديد لوك والستارفيجن. بيقول لك ان الديد لوك ان كل الاول بروسيس كيب ويتنج فور اتش اذر على بعض تو كومبليت اند نان جيت اكسكيوت، عمرهم ما هيتنفذوا، تمام. قال لك هنا ان الهاي بايوريتي الاستارفيجن او ان الهاي بايوريتي ان الهاي بايوريتي كيب اكسكيوتنج اند لو بايوريتي بتقعد في البلوكينج ستيت ان ليميتد تايم، وده طبعا مشكله، تمام. تمام هنا بيقول لك في الديد لوك ان البروسيس ار لوكد باي البروسيس، ان الشيرد ريسورس بيتعمل لها بلوك ايه؟ بسبب البروسيس، البروسيس عامل لها اكسسنج او لوكينج. هنا بيقول لك ان الشيرد ريسورس بيتعملها يوتلايزيشن او يوتلايزد باي الهاي بايورتي سيلينج او سوري هاي بايورتي بروسيس، تمام. ان الهاي بروتي بروسيس بتاكسس الشيرد ريسورس ايه على طول باستمرار، تمام، وده طبعا بيأثر على اللو بايورتي. طيب بيقول لك هنا ان من اهم مسببات الديد لوك الميوتشوال اكسكلوجن. الميوتشوال اكسكلوجن كنا بنقول لك ان هو اونلي وان تاسك كان اكسس شيرد ريسورس ات تايم. فبيقول لك هنا لو انت بتستخدم الميوتكس وعامل هولد او عامل اكوايرنج، تمام، زي ما كنا بنقول تاسك ايه بتحاول عامله هولد الشيرد ريسورس ايه ار 1 وبتحاول تويتنج على ار 2، فده بيسبب ديد لوك. طيب ايه تاني بيسبب الهولد اند ويتنج او الريسورس هولد هولدنج؟ طيب الهولد اند ويتنج يعني كل التاسك هي عامله هولد على الشيرد ريسورس وبتحاول تويت على او تعمل ريكوست على شيرد ريسورس اخر، فده برضه هيعمل ديد لوك. البري امشن هنا هو مقصود هنا البري امشن سكادولينج، لو احنا شغالين اصلا نون بري امشن مش هيحصل اي مشاكل اصلا، مش هيحصل مشكله في الديدلوك اصلا. مشكله الديدلوك عشان تحصل لازم تبقى شغال بري امشن، تمام. البري امشن طيب عظيم جدا.
طيب النون بري امشن هنا على هو بيتكلم على حاجه مهمه جدا، هو ما قصدش طبعا البري امشن سكادولينج، لان انا لو شغال نون بري امت او نون بري امت في سكادولينج طبعا مشكله الديدلوك اصلا مش هتحصل اصلا، لازم عشان مشكله الديدلوك تحصل يبقى شغال بري امت. طيب هو هنا يقصد ايه بالنو بري امشن؟ ان التاسك وانس ان هي عملت اكوايرنج لللوك او اكوايرنج للشيرد ريسورس ده، مفيش اي تاسك تانية هتقدر تبري امت الشيرد ريسورس ده وتاخده تاكسسه، تمام؟ وده برضه هيسبب ايه ديدلوك، ان هي ان هو الشيرد ريسورس ده ما عامله له هولد. طيب السيركولار ويت زي ما قلنا ان هو انا عندي تاسك ايه بتحاول تاكسس، هي هو عامله هنا هولد وعايزه تعمل هنا ايه وبتعمل هنا ويت، تمام؟ وتاسك بي نفس القصه بتحاول تويت، تمام، وعامله هنا هولد على الشيرد ريسورس اللي هنا مثلا اللي هو ار 2 ودار 1، نفس القصه السي مثلا بتحاول هنا تعمل هولد وبتعمل هنا بتعمل ويت او هولد هنا بتعمل ويت تحت ويت، فهتلاقي سيركولار ويت كلهم بيويتوا على بعض، تمام؟ فهو هنا بيقول لك هنا ايه نون اس نون از سيركولار ويت. هنا بيقول لك ان البيوريتيز ار اساينت للبروسيس، طبعا مفهوم. هنا بيقول لك ان اسمها لايف لوك. من اهم الحاجات هنا في الكومباريزون ان هو بيقول لك عشان احل مشكله الديد لوك ان انا اختار بروبير ديزاين. يعني ايه بروبير ديزاين؟ انا اعمل اوردرنج لللوكينج زي ما كنا بنقول فوق الديد لوك الديستريبيوشن، لا اعمل اوردرنج للاكويرنج، اوردرنج ذا سيم اوردرنج اوف اكويرنج اند ريليزنج ذا سيم. طيب وبيقول لك هنا برضو انك تافويد الحاجات اللي احنا قلناها فوق دي، تافويد الايه النيسيسري كونديشن فور ديد لوك. طيب عظيم جدا. من اهم السوليوشن بتاعت الستارفيشن حاجه اسمها الايجنج. الايجنج انا عرفت يعني ايه ايجنج، و سوليوشن تاني انك بتاع انك بتسلكت الجوريزم او سكادولينج الجوريزم بروبير وبروبير بايورتيز، انك التاسكات اللي عندك بتبقى البيورت اللي انت مقصيناها البيورت اللي انت مقصيناها للتاسكات او البروسيس اللي عندك لازم تبقى بروبير بايورتيز، ويبقى في ليميتد تايم او سبيسيفايد تايم فور ويتنج ذا تاسكس اون ذا بلوكينج ستيت. طيب عظيم. يعني ايه ايجنج بقى؟ الايجنج ده حاجة جميلة جدا.